وانا مثبت الكايت على دايركشن، الكايت هتبدأ تشدني، فمحتاج ان انا اعرف اثبت نفسي من غير ما الكايت تشدني. هعمل دي بان انا اعزل جسمي عن البار، بمعنى ان انا مبقاش حاطط البادي ويت بتاعي على البار عشان غصب عني هشد البار فالكايت هتشدني. احاول ايزوليت اللور بادي بتاعي خالص، اخلي السنتر اوف ماس اللي انا واقف عليه عند السكوات بوزيشن، ابقى عامل سكوات بوزيشن، فاعرف اعزل وزن جسمي عن وزن ايديا خالص، تبقى الايد ايزوليتد وهي بتكنترول الكايت، عشان الكايت سنسيتيف قوي، لو انا سندت بالغلط كايت هتتحرك حركه انا مش عاوزها، فعايز ابقى بعرف اوصل للكايت الاكزاكت باور اللي انا محتاج اوصله بس، عشان اعرف احركها بالطريقه اللي انا عايزها مظبوطه. عاوز انزل الكايت in a safe way، وذر على البحر او ما اي حد يمسكها لي، بنزل الكايت من فوق بالراحة على الناحية اللي انا هنزلها، بكنترول بالباك هاند وبنزل الكايت in a slow way عشان لو هتنزل على المية او هتنزل لحد يمسكها ما تنزلش بسرعة، بفضل ماسك البار لحد ما الكايت تبقى سكيورد على المية او حد يمسكها وبسيب البار. طول ما انا سايب البار بالشكل ده الكايت عمرها ما هتري لانش من نفسها، فاقدر ان انا ارست اول ما احط الكايت في الوضع ده.